مشاهدينا أهلا بكم. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 102 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة ل 10079 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة فيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.com أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع ل 8319 حالة بعد تماثل 35 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 214. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 538667 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا بالنسبة لحصيلة اليوم بخصوص فيروس كورونا؟ إلى حدود الساعة 10 صباحا تم تسجيل 102 حالة إصابة، 38 حالة شفاء وصفر حالة وفاة. وبالنسبة للعدد الإجمالي منذ بداية الوباء، بالنسبة لحالات الإصابة 10079 حالة، بالنسبة لحالات الشفاء 8319 حالة، وبالنسبة للوفيات 214 حالة تغمدهم الله بواسع رحمته. إذا مشاهدينا، وإحنا على مشارف الدخول في المرحلة الثانية من تخفيف حالة الطوارئ اللي إن شاء الله غتستأنف نهار 24 من الشهر الجاري مع 12 ديال الليل. كنتمناو من الجميع أنه يلتزم بالتدابير الاحترازية ويتاخد كل الشروط السلامة ديالو وسلامة الغير. إذا أصبحنا في هذه الأيام الثلاثة المتوالية كنلاحظوا ارتفاع في عدد الإصابات. كنتمناو ربي يلطف يا رب، ودائما الوقاية خير من العلاج، أن الإنسان يحافظ على الصحة ديالو، يأخذ جميع التدابير، يحاول يكون التباعد الاجتماعي، يوضع الكمامة لتجنب أي، لأن الهدف هو إن شاء الله كل شيء يكون بصحيحته ونتجنبوا أي انتكاسة، خاصة وحدة في بداية نزيل تخفيف بالنسبة لحالة الطوارئ. احنا كنعرفوا هاد الحالات اللي ارتفعوا، يعني راها البؤره اللي ظهرت هذه 3 ايام، يعني كاين مخالطين، كاين عائلات، كاين ضروري، يعني شي حاجه طبيعيه انه غيكون ارتفاع في هاد الحالات، لكن ناخذوا الوقايه ديالنا بشكل كامل. إذا مشاهدينا، كان هذا كل ما يتعلق بآخر مستجدات بخصوص جائحة كورونا. ما بقى لي إلا نودعكم ومزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.